اوكي يا جماعه نحن جاهزين، كاميرا وصوت ريدي، رول كاميرا، ستاند باي، اكشن اكشن. سنتيا عبد الله اكشن 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 اكشن. سلام عليكم. سلام عليكم. اكشن. اوكي تمام. جاهزين؟ جاهزين. انا جاهز. انت جاهز؟ انا جاهز. اكشن. اوكي اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده. ابو ماي ابو ماي عبد الله، مو تترك الميكروفون. في حلقة سوايب اند كليك، وجها لوجه بين سماعات سوني WH-CH700N وبوز كوايت كومفورت 35-2، تطبيق كوريتر لتنظيم الصور وحفظها وحذف المكرر، الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإجراء مقابلات وتوظيف الأشخاص الأنسب للعمل، روبوت تقومون بتركيبه بنفسكم، أدوات تكنولوجية لهواة المطالعة والكتابة، نصائح لتحسين صفحتكم على إنستغرام وكيفية تقديمكم للمحتوى. فورزا هورايزن 4 إحدى أهم ألعاب السباقات حالياً. البداية مع أخبار التكنولوجيا. حصلت شركة جوجل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية لطرح جهاز استشعار لحركة اليدين باستخدام رادار يعرف باسم سولي، يتحكم بالأجهزة دون لمس. وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية في بيان أنها ستسمح لشركة جوجل بتشغيل أجهزة استشعار سولي بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حالياً. وأضافت الهيئة أن القرار سيخدم الصالح العام من خلال توفير مواصفات مبتكرة للتحكم في الأجهزة باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس. وقالت شركة جوجل أن أجهزة الاستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام والسبابة، أو إدارة قرص افتراضي يعمل من خلال ملامسة الإبهام للسبابة. بدأ عدد من الشركات رفض النقود المادية كوسيلة للدفع تمهيداً لمستقبل تسيطر عليه بالكامل طرق الدفع الرقمية. وقد توقفت بالفعل عدد من سلاسل المطاعم في الولايات المتحدة عن قبول النقود في جميع فروعها تقريباً، لتلحق بالعديد من الكافيهات الشهيرة في المملكة المتحدة التي قررت هي الأخرى عدم قبول الأوراق الورقية والقطع النقدية المعدنية وإجبار العملاء على الدفع بواسطة بطاقات الدفع والاتصال بدون تلامس. وقد أصبح مفهوم رفض المدفوعات النقدية شائعاً بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. ها؟ ما قلت شيء. شوفي شاب ما بسمع. بعدني ما قلت والله العظيم. أوكي ما تقول ولا بقول. اليوم في فقرة وجها لوجه بخبركم عن السماعات، تحديدا بتكلم عن السوني WH-CH700N. وانا عم بحكي عن بوز وانا عم بحكي عن بوز 35 كوايت كومفورت 2. هي كوايت كومفورت بس انتي ابدا مش كوايت كومفورت لان ادري مطرت. سوني يعتبروا تو جاينتس بعالم الهيدفونز، واليوم انا وعبد الله راح نخبركم عنهم. الاجمل سنتيا بان الشركتين ما يهتمون بالشكل والالوان اللي تلفت النظر قد ما يهتمون بالتكنولوجيا ويهتمون بجوده الصوت. ولكن عبد الله اثنين هيدفونز بيجوا بالوان متعدده، بس الاسود هو اكثر شيء شائع لانه كمان ظهوره ما بيكون كثير مبين لما بنكون حاطينهم على دينينا. بالضبط.
الحين هذه سنتيا تعتبر سماعة ذكية. Yeah. وخليني أشرح لك وأشرح حق المشاهدين في كيف تصير هذه السماعة الذكية. الحين الـ WATCH700N تقدر أنك تنزل عليها وتشغل فيها الجوجل أسيستنت. بمجرد ما أن هذا يشتغل راح يحول لك إياها إلى سماعة ذكية، تقدر تطلب منها أشياء، تقدر تخليها تسوي لك بعض الأشياء. وأيضاً توني تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك في مسألة النويز كانسليشن. كيف يتوظف هذا الشيء؟ المايك اللي موجود في السماعة سنتيا ممكن يسمع الأصوات اللي حولك، بالتالي يعرف شو الصوت اللي يعزل لك إياه ويخليك تسمع الأصوات الثانية اللي أنت تبغي تسمعها من خلال الموسيقى اللي عندك. عبد الله، الكومبيتيشن كثير عاليه بين سوني وبوز، لانه تقريبا كل اللي قلته موجود ببوز كمان. بالنسبه للنويز كانسليشن البوز فعلا جودته كثير عاليه بالنسبه لهذا الموضوع، وكاستعمال كثير هين، لانه من جهه الشمال عبد الله شايف هون الكبسه، هذه الكبسه بكبسه واحده فيك تلغي النويز كانسليشن، كبسه ثانيه فيك تعملها ميديوم، وكبسه ثالثه فيك تعملها هاي، يعني نويز كانسليشن كومبليت. اما بالنسبه للابلكيشن اللي فيكم تنزلوه اللي هي بوز كونكت، اللي بتسمح لكم كمان تستعملوا جوجل مثل ما انت قلت لحتى تتحكموا بالهيدفونز اكثر. من الجهه الثانيه عندنا اثنين مايكروفون بجوده كثير عاليه، عندنا الباور بوتن وحتى البلوتوث بوتن، كمان عندكم نكست اذا بدكم تنتقلوا من غنيه لثانيه، والباك والبوز والبلاي، بالاضافه للتشريج اللي بيصير عبر ميني يو اس بي بورت. الكونكشن في السوني من خلال طريقتين، اما من الـ NFC والان مارك موجود عليها هني، او من خلال البلوتوث. بالنسبه للبطاريه تشتغل على الليثيوم ايون باتري، تعطينا 35 ساعه من الموسيقى، ويعتمد هذا على السيتنج اللي انت تحطه. وايضا في خدمه الفاست تشارجنج او الشحن السريع، 10 دقائق من الشحن تعطينا 60 دقيقه من الموسيقى. حلو عبد الله، انا بالنسبه للبطاريه مثل ما قلت لكم فيكم تشارجوها عبر المايكرو يو اس بي الموجوده على جهه اليمين، والبطارية بتقدر تداين لمدة 20 ساعة مع موسيقى متواصلة. بالنسبة للسماعة السوني الحين عندهم خاصية أو تقنية اسمها DSEE. عشان اشرح لكم هالشغله خلوني اعطيكم هالمعلومه البسيطه. الحين احنا دائما نسمع الاغاني على MP3 فورمات، وهذا يعتبر أسوأ نوع او أسوأ ملف للاغاني، لانه يكون جدا مضغوط علشان الحجم. فلما نستخدم هذه التقنيه في هذه السماعه تحاول انها ترجع شيء من اللي فقدناه من جوده الصوت باستخدام هذه التقنيه، فبالتالي تعطينا موسيقى اقرب الى الملف الاصلي. حلو عبد الله، فيتشر رائعه بسوني عن جد. رح احكيك شوي عن الصوت ببوز ينوصف بالدافئ، ليش؟ لانه بيركزوا كثير بوز دائما على البيس، بجربوا قد ما فيهم يعلوا من جوده البيس بالصوت او الموسيقى اللي عم نسمعها، وهيدي فيتشر انا شخصيا كثير بحبها. هالتو هيدفونز كثير بيشبهوا بعضهم، والكومبيتيشن بيناتهم عاليه جدا. نحن ما رح نقول لكم اي افضل، انما اذا كنتم من محبين البيس وبتسمعوا موسيقى البيس فيها موجوده بقوه بنصحكم تاخذوا البوز. واذا تحبون انكم تتحكمون بالايكولايزيشن بشكل عادي مش اوتوماتيكلي، انصحكم تجربون السوني. انت بش رايك هلا مبدل؟ لانه انا عم بلش اشوف السوني كمان. اوكي بلش، لا يصير. www.nanana.com www.nanana.gov.ae.lb مليارات الويب سايتس اليوم موجودين على الانترنت. بس مره سالتوا حالكم شو هو اول ويب سايت؟ انا رح اخبركم، اول ويب سايت هو info.cern.ch اللي اطلقه العالم الفيزيائي البريطاني تيم بيرنرز-لي ب 12 مارس 1989، وكان بارت من الورلد وايد ويب WWW يلي هو مشروع كان عم بيتم تطويره من قبل المركز الأوروبي للدراسات النووية. وب 20 ديسمبر 1991 أطلق هذا الموقع بسيرن يلي هو مختبر إلى جانب جنيف، وكان عليه معلومات أساسية عن الشبكة العنكبوتية العالمية. يلي عبالو يشوفوا لهيدا الموقع فهو بعده موجود على شبكة الإنترنت، واللينك موجود بأسفل الشاشة، وهيك بنكون عم نحافظ على ذكرى أول ويب سايت بعالم الإنترنت.
هاي عبد الله ليك شو عم بعمل؟ Can you look? Swipe and click. قدي حلو. احي شو هذا اللي اوت مال هذا انستغرام؟ هيدي ابلكيشن رح خبرك عنها، بس بتعرف انه قد ايه نحن بناخذ صور لتسي بسفراتنا بسوايبنج كليك او حيلا سفره مع العيله بتاخذ كثير صور. صح. ودائما بهمك هيك تاخذ الهايلايت تبع الصور وتجمعهم بالبوم واحد. هيدي الابلكيشن مش بس تسمح لك انك تجمع هالصور كلهم، انما كمان تعملهم بشكل كولاج بتشوفهم واضحين قدامك. أوكي. اذا بدك تفوت على كل صوره فيك تفوت وتعمل سوايب بتشوف اللي بعدها. بس خبرك كيف بتصير. اوكي. لانه مش بس فيك تضيف صور، انما فيك تضيف مثل ما شفت تايتلز مثل سنتيا عبد الله سوايبنج كليك. ايه. وفيك تزيد بيجز اللي هو هون اذا بنفوت عليها هو هيدا الويب سايت تبع سوايبنج كليك. ممتازين. صح. لخبرك كيف بتصير. اتس فيري فيري انتريستينج. اسمها كريتر الاب. كريتر. 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 بتعرف الكريتر هو الشخص اللي عاده بيجمع ارتس لتسي ان ميوزيوم او بيجمع يوجوالي. هون انت يور اون كريتر، عم بتجمع الصور تبعك الهايلايت تبع صورك من رحله معينه لتسي او موضوع معين وعم تحطهم بكولاج. اللي فيك تعمله هو لتسي رح نفتح واحده جديده. اوكي. ليك شو لذيذه حتى الانترفيس تبع الابلكيشن. اوكي. رح بلش عبي انا هون، بدي اعبي بالاول هون. اوكي. عندك بالاول يا بتسمح لك انك تحط بيكتشرز، بتفوت يو براوز. أوكي. فيك انت تصور صوره، فيك تجيب الصوره من الجاليري، فيك تنقي من وين بدك تجيبها. سو يو بيك يور بيكتشر، بتحط لها اوكي وبتنزل بيكتشر. حلو. اما نمبر 2 ففيك تروح على ويب سايت. سو فتت انا هون على انترفيس، يور كونكتد تو ذا انترنت، بتفوت ابو ظبي تي في، بتفتح البيج بتقلها تاخذ صوره عن الانترفيس تبع الويب سايت وبتنزلها بالكيو. ممتاز. اوكي. وزيت الشيء بتزيد اسمي واسمك لتس سي، فوت على التكست بكتب اسمي. اوكي. ده. وهون فيك تغير الباك جراوند، فيك تغير الفونت، فيك تغير لون اللترز. حلو. بتقول له اوكي وبتنزلها. اوكي. ممتاز. هلا الاحلى انه انت نزلت كل هالصور، نقيت اخترت الصور من الجاليريز، نقيت التايتلز اللي بدك تحطهم، نقيت الانترفيس تبع الويب سايت. اللي فيك تعمله كمان انه فيك تغير لهم مكانهم. آه، كيف ما بدك. alright. بدي احط هيدي فوق، التايتل فوق، هيدي تحت، فيك تبدل. آه، يعني اصفهم هم بترتيب معين، الوان او على حسب المكان. yeah. ممكن اغيره بعد ما اخلص. حلو. yes, exactly. وهيدي تستعمل لإلك شخصيا اذا بدك تقصر صورك، حتى كمان مرات اذا عندك برزنتيشن بالجامعه او بالشغل بدك تحط لهم عدد معين من الصور تصفهم ورا بعضهم بلوحه واحده، بتساعدك كمان. سو عبد الله بس تخلص كل هالكولاج تبعك. اذا انت بتنزل ابلكيشن عندك انا فيني اعمل لك شير. اوكي. لهي الكولاج بفتحه على ابلكيشن and you can edit it. حلو. هذا اذا عندي انا الابلكيشن. هذا اذا عندك ابلكيشن. اما اذا انا بدي ابعث لك اياها بشكل صوره او بي دي اف فايل ما تقدر تغير فيها، ولكن تكون بس صوره مطبوعه، فيك كمان تعمل لها اكسبورت از بي دي اف، انت بتختار. حلو. alright. it's very very interesting. عن جد. بشيل اياها على الايميل، سوي لي اياها بي دي اف. بدك اياها بي دي اف؟ على الايميل هيك، ابى الصوره هي نفسها. بي دي اف. اوكي وصل. شكرا. شيء تتذكر؟ سام نحط دخلك مزبوط هيدا الوقت؟ شو تسوي انت الحين؟ دقيقة عم زبط الوقت هلا لأنه صار وقت إنه ناخذ بريك يعني. صار شو؟ صار وقت انه ناخذ البريك. بس خليك شيخي نظبط الوقت على الوقت تبع التليفون لانه وقت عشان ما اظلمك. لحظه لحظه الحين انت على اساس انه وقت ووقت عشان وقت ناخذ بريك؟ صح. خذي بريك بروحك. شو تسوين ما شاء الله؟ لا شوي عبد الله مش عم تسائب على الثانيه زيتها. لحظه شوي، واحد اثنين عد معي زين. انت بعدك ما خلصتي؟ لك بس عم زبطهم على السوين. شو انا خلصت؟ خلص البريك، خلص البريك. اخذت بريك بلايه؟ انا اخذت بريك بلايه. انت قاعد تعرفين على الساعه والسويني وحالتك يعني حالك. شو بك كل مره بتتركني واقفه واحده؟ يلا يلا شغل شغل. مخرج سنتي على الاستلعاب. اوكي. شو رواق هون على سكه الترين. لازم واحد معه يكون معه شي كتاب هون يقري على رواق. شو رواق هون على سكه الترين؟ سبع لغات قلت لك جمله واحده. كتاب تقعد تقرا كتاب على رواق. انت عم تقرا شي كتاب هلا حاليا؟ لا لا. انت شو اول كتاب قريتي؟ اول كتاب قريته اوف شيري جولي. ها؟
منو؟ لا فامي موتامول، بنت اسمها شيري جولي. هذا اسم كتاب ولا ماركة؟ هيك هذا كتاب كذا قصة عن عائلة فيهم ثلاث أولاد مثل أنا وأخواتي، أنا كنت البنت شيري جولي. أوكي. أنت؟ أول كتاب كان جزيرة الكنز. جزيرة الكنز. ما تذكرين سيلفر؟ بلا أكيد بتذكر. أنا الحين قاعد أجهز فقرة، ما قاعد أجهز كتاب ولا أقرأ كتاب. أوكي. فقرة عن حب المطالعة وحب القراءة وأشياء تستفيدي منها يعني. وكيف ثاقبت هيدا عم نحكي عن كتب وأنت بنحضر فقرة عن المطالعة ولا هلأ فيقتك عليك تنسيها؟ مو قاعد كنت ناسيها، قاعد أجهزها بس دام إن أنت أوريدي في المود خلينا نسويها الحين. نروح هلأ؟ يلا. يلا. بخيك بخبرك عن كتابي. دام إنه وصلنا المكتبة تعالي رمي الكتاب مالك هذا جلي جولي ما شو شيري جولي خي هو هذا تعال هلا بدي اشوف كمان تنتقل لليون مارتين فقلا كمباني انا افتكيت من اول واحد عشان تطلعين لي بالثاني والثالث وبعد مارتين على كمباني تنتقل لليون ديور مارس نحن موجودين في المكتبة فمن الحين لين نخلص لازم كذي يا رب لان صوتك عالي لو سمحتي زين ركزي 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 يوم تبيني طرش لي مسج على التليفون الحين الاشياء اللي الواحد ممكن يستفيد منها ويستخدمها لا له بقلم عادي ولا يعني له بقلم ولا هو بستايلس تستخدمين مع تابلت تستخدمين مع تليفونات او مع ايباد واتيفر تلزقني ولكن في نفس الوقت ممكن ان يكون قلم قلم عادي نستخدمه ونستخدمه عادي في النوتس العادي فصار يخدم شغلتين في نفس الوقت ولكن بعد في شغله ثالثه اذا كان التليفون او الايباد مثلا مقضي عندك You can use this هذا نفسه power bank. وأحلى شيء. It's very interesting. Yeah. إذا هذا فضل تحتاجين تشارجينه. USB. تشارجينه وتعمل التليفون. كتير حلو. هلا ذكرتني بما إنه أنت عم تعمل شغل مطالعة عبد الله شفت كل هالكتب عم بقول قديه صار لي ما مسكت كتير بإيدي. بتعرف وين عم بقرا أنا هلا ليتلي؟ كله عم بقري هلا على الابلكيشن خليني افرجيك في ابلكيشن بتعرف شو خليني استعمل ستايلز اوكي سو اسمه مارفن الابلكيشن اوكي مثل ثلاث ارباع الابلكيشنز كمان يو دونت باي ذير فري لما بدك تشتري بوكس ريسنتلي نزلوا بالاسواق بدك تدفع حقهم طبعا للكوبي رايت اما اذا بدك تشتري بوكس قديمين او كلاسيكال يو كان جيت ذم فور فري سو خليني افرجيك الابلكيشن المغضوب فيها اللي هي شبيهه للابلكيشنز باين تنقول هيدا البوك نزلناه اوكي حلو في انه بي هوم انت يو كان تشوز يور بوكس نزلت لك تريجر ايلاند باي ذا واي اللي قلت لك عنه يو كان تشوز يور بوكس اما جوا فيك تختار هون بوك مارك تشابترز سمري يعني تبع الكتاب تشابتر 1 2 3 4 5 6 البارتس تبعه بتختاره لك وين وصلتي مضبوط بي هون بالسيرش بينبش لك على القصص المهمه يعني فايند نيمز بليسز هون بسمي لك كل شيء عندك يا اسامي وكل شيء عندك اماكن مطروحين بالكتاب للاشخاص اللي عم ينبشوا على قصص سبيسيفيك بذات الوقت اذا انت عم تنبش على كلمه معينه كيورد معينه فيك تنبش عليها هون طيب انت نقول انه اكيد ها بدك تقرا بارت عن لاف بيجيك هون وين ما تروح كلمه لاف بتعطيك اياها كلها يو نو وات اي مين والحلو اللي انا حسيته لذيذ بي مارفن انه فيك تكبر الخطوط اللاين سبيسينج اذا اشخاص عندهم ضعف نظر يعني انت بتتحكم كيف بدك تشوف الخط وكبر الخط وزيادة عن هيك فيك تلعب بالبرايتنس من الاب او لون الضوء حتى يعني بتعرف مرات هيدا الضوء البلو بيأذينا لما نكون عم نقرا كيف تحط نايت مود بالتليفون اذا كانت هي اذا كانت خصوصا اذا كانت الغرفه مظلمه فبتحوله انت لضوء اصفر اكثر وهون بتقوي الكونترست يعني لون الكتابه بالنسبه للون الباك جراوند هيدا شو هيدا الجادرت في ناس مهتمه بقراءه الكتب يعني في وايد ناس من ربعي ناس انا اعرفهم شخصيا يعني قالوا لي بان بغض النظر عن مدى التطور اللي نوصل له للحين احساس الكتاب في ايده مختلف صح للحين يحس لما يحس الورق في ايديه يعني ما زال هالشيء هذا مختلف فالشغله الحلوه بان
دائما الواحد يختار ان المكان يكون هادي علشان يقرا الكتاب، فاكثر اغلب الناس تقرا قبل ما ترقد ساعه نص ساعه 10 دقائق مثل ما قلتي. ولكن مهم جدا ان نهتم بالاضاءه، ففي ليتات من هذا النوع اللي ممكن نستخدمها علشان تساعدنا نقرا، لانه مهم جدا تكون الاضاءه ممتازه حزت القرايه. ف ليت ال دي يشتغل على البطاريه ينور الكتاب ما يزعج الناس. اثنين كمان طيب عبد الله، انا رح اروح نقي كتابي المفضل وانت قري كتابك هون ونرجع نتناقش رايك. اوكي يلا باي. اللعبة اللي بخبركم عنها اليوم لعبة ينتظرها الكثير والكثير، وتعتبر واحدة من أفضل الألعاب، وهذا مش رأيي الشخصي، هذا رأي أي حد يعرف هذه السلسلة. بنتكلم اليوم بخبركم أكثر عن فورزا هورايزن 4. الحين بالنسبة حق الفورزا هورايزن 4، ليش مسوي هاي الضجة؟ لأن الرسومات والجرافيكس اللي في هذه اللعبة خيالية. شركة مايكروسوفت منزلت هذه اللعبة اهتمت في كل التفاصيل، خصوصا الجزء الجديد يا اخواني، مهتمين في تفاصيل تغير الفصول، المطر، الشمس، الغبار، كل هذه التفاصيل مهتمين فيها بشكل خرافي. يعني هذه شغلة من الشغلات اللي تعودنا ان نشوفها من لعبة فورزا، سواء كان في الأجزاء القديمة او الجزء اللي موجود الحين. الأشياء اللي صار فيها إضافات في اللعبة هذه، اهتمت بشكل كبير جدا بأصوات السيارات، صوت المكينة، صوت التواير، الأصوات المحيطة، كل هذه الأصوات صار في اهتمام كبير فيها. وأيضا الفورزا هورايزن 4 تعتبر اللعبة اللي تحمل أكبر مجموعة من السيارات، 450 سيارة. بالنسبة لي أسلوب اللعب وطريقة اللعب راح يكون نفسه في الأجزاء اللي طافت. أي شخص جرب تجربة سلسلة فورزا هورايزن بيعرف بأن التركيز الرئيسي في اللعبة على المهمات والتحديات، سواء كان من خلال اتصالك في الانترنت وأنك تلعب مع أحد، مع أشخاص واقعين فعليين يلعبون في مكان ثاني، أو إذا أنك تبغي تلعب أنت أوفلاين وتقوم بهذه المهمات. كل هذه الأجواء ما زالت موجودة، ولكن في هذا الجزء صارت أفضل. بالنسبة حق هالجزء طبعا ما يعطونك فرصة انك تتملل او تحس بالتكرار في هذه اللعبة، لان انت المواجهات اللي قاعدة تصير في فترة من الفترات او في مكان ما في اللعبة راح تواجه طيارة حربية، راح تواجه سيارات، فهذا التنوع في اللعبة يخليك دائما متحمس، دائما متشوق. طبعا هذا اضافة الى بعض المهمات اللي لازم تخلصها في وقت محدد. الحين بما أن أحداث اللعبة هذه حاصلة في بريطانيا، لذلك حاسبين حساب بأن ممكن أن الجو يتغير عليك وانت قاعد تلعب في نفس السباق. يعني على سبيل المثال تلعب والدنيا مشمسة، ممكن تغيم وتمطر في نفس السباق. اهتمامهم بالتفاصيل جميلة جدا. اختلاف أوضاع قيادة السيارة في هذا الوقت أيضا جميلة، يعني إذا أمطرت عليك الدنيا راح تتغير عندك الكنترول في السواقة. وطبعا أصعب شيء في هذه اللعبة أنك تسوق في الثلج، لأن السيارة راح تبدأ تزحلق وما تقدر أنك تسوي عليها كنترول، لذلك راح يكون من أصعب المستويات لكنترول السيارة في مثل هذه الأوضاع. الحين من الأشياء اللي طوروها وغيروها
في اللعبة صار عندك الإمكانية أنك تشتري بيت في اللعبة وتروح البيت هذا متى ما تبغى وتقدر تغير ملابس شخصيتك. طبعاً هذه شغلة بإمكانك أيضاً أنك تغير رقصة الفوز إذا فاز المتسابق اللي أنت قاعد تستخدمه أو تلعب فيه في اللعبة. كل هذه الأشياء أيضاً ممكن تسويها إضافة إلى أنك تقدر تروح إلى مكان اسمه فورزا فيستا، ومن خلال هذا المكان تقدر تجرب سيارتك وتختبر قوة المكينة وبعد تصور وتنشر هذه الصور. الحين هي يعني اللعبة بشكل عام لعبة جميلة جدا مثل ما قلنا، اهتموا أكثر شيء بتفاصيل تغيير الفصول، وهذه يعني شغلة وايد حلوة، تفاصيل تغيير الفصول، فهمتوا؟ باختصار إذا تبون تلعبون لعبة سيارات وأنتم تحبون هذا النوع من الألعاب، فورزا هورايزن 4. سنتي شو بلاج؟ عم تخوفني مؤخراً حلوة مؤخراً عم بمزح. سمعيني تفضل. شفتي الفي آر هذا اللي انت حبتن الجو؟ ايه وانت كمان حبه على فكرة. هي جميل. لا بس اقول لك يعني شفتي هالشيء اللي انت تحبينه؟ ما جربتي انت في شيء اسمه اميرسيف فيرتشوال رياليتي؟ ما شفتي انت الهايبر فيرتشوال رياليتي؟ الحين برويك لعبة ولكن شيء مش من هذا العالم، شخصيتين رئيسيات وانتي شخصية ثالثة في اللعبة. كمان انتي فاهمة كيف الـ VR؟ اكيد. فرجينا شو روبرتو رودريغيز هيدا دايركتر؟ يس ميشيل رودريغيز الممثلة فيه. That's a game ها؟ It's a game حطي في بالك. لا ام فولي ريل، يعني يوم يقول فيرتشوال رياليتي هذا حرفيا فيرتشوال رياليتي، تدخلين عالم ثاني. ذيس يور كاركتر. واو ايه هاو ريل از ذس؟ اتس ريل، اتس نوت ايفن جرافيك، اتس نوت ايفن. وايد وايد يعني only in VR. very nice. شو رأيك؟ زي كل كانوا موفي، عم بتعيش موفي. the limit. it's real with real characters. it's real. actors you know you know. بالضبط. تصير حلو كأنك عم تفوت بفيلم. بس أنت الشخصية في الفيلم هذا. يلا أمتي بدنا نشربها. خليها تنزل بعدها ما نزلت. okay. أظني نزلت. نزلت أو ما نزلت؟ I can't wait. نزلت أو ما نزلت؟ أحيانا بلا. نزلت. إيه. أنت بدنا نجربها؟ بجربها بروحي أول عشان ما تخربين علي. باي عبد الله. باي وين رايحة؟ شو اللي باي؟ وين رايحة؟ في البرنامج عندنا فقرات كثيرة نخبركم عنها، أجهزة كثيرة نخبركم عنها، فكل مرة بني بكم شيء جديد. عبد الله. بس يا. بس هلا اذا ما رحنا طعمناه بفلو بفلو كريم منو بفلو؟ العصافير قاعدين ياكلوا ما بيروحوا. شو عم تعيط؟ ابغى اخلص الفقره. اذا ما بتعمل كيف بدك تفوت على الفقره بدك تعمل حمامات؟ شو تبي تعيني؟ شو تبي تفوت فقره بدك تعمل حمامات؟ انا بدي اعمل حمامات. عربي عربي بدك تعمل حمامات. زين نطلع بريك علشان نطلع بريك نعمل حمامات. خلصتي؟ تفضل. أكلتيهم؟ طعمي وكلهم كلهم أكلوا. كلهم؟ كله كلهم. وحدة وحدة؟ وحدة وحدة. تفضلي. نفوت على الحلقة. لا لا تفضلي خليني أكمل. أوكي بنكمل. تفضلي خليني أكمل. إيه شكراً. بعد الفاصل بكمل حلقة. خلاص الفقرة هاي بغيرها بشيلها كنسلي الفقرة ما أبغاها خلاص. الو ها سنتيا. عبد الله وينك؟ انا ناطرتك هون بالمطعم.
خليني ارد اكلمك لو سمحتي، عندي جاب انترفيو بخلص بكلمك. ايه اوكي اوكي يلا خلص نظرتك. انا قلت ان عندي مقابله وهذا صحيح، ولكن حق هذه المقابله انا مش مضطر اني اطلع من البيت، لان المقابله هذه راح تصير من خلال الذكاء الاصطناعي، وفي هذه الحال الذكاء الاصطناعي عندنا اسمه فيرا. خلوني افهمكم شغله مهمه جدا اخواني، بان صار عندنا الذكاء الاصطناعي، صار عندنا الروبوتات متدخله في حياتنا بشكل كبير، ولكن قاعده تسهل هذا الموضوع وتبسط علينا امور كثيره احنا قاعدين نسويها في حياتنا. خلوني اعطيكم مثال عن فيرا بشكل خاص. كم منا جهز نفسه واستعد علشان يروح يقوم بمقابلة لوظيفة معينة؟ الحين الموضوع اختلف تماما مع هذا السيستم أو مع الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال فيرا هذه اللي نحتاج نسوي لها، إذا كنت صاحب شركة تروح للموقع، تدخل كل البيانات اللي أنت تحتاجها من الموظف، تحط الأسئلة، تحط العمر، الخبرة، كل شيء أنت تبغي تعرفه تدخله لهذا النظام. بعد ذلك أنا كطالب وظيفة أروح أدور عن الوظائف، تجيني فيرا تأخذ من السيستم مالها شو الشركات اللي قدمت، إذا كان في شيء مناسب للوظيفة اللي أنا أبغيها على طول راح تسألني هذه الأسئلة. My name is Vera. Thanks for your time. Right now we will make a short interview. It will be smooth and smart. Are you ready? Yes, I am. All right. For a start, tell me how do you grow the net promoter score of your accounts? By contacting as many people as possible. And by the way, what was the best customer service you have ever received? Abu Dhabi Media. Me too. Now please define the word leadership in one sentence, just without using the word lead. Setting a good example. Brilliant. Then, if you like this format, what one word would those who know you best describe you with? Outgoing. Wow, that's inspiring. And what inspires you? Simplicity. I enjoyed our talk. I will get in touch with you by email by the end of this week. Have a prosperous day ahead. كذي نحن خلصنا الانترفيو مع الارتفيشال انتليجنت. الجميل بأن تم تصوير أو تم تسجيل هذه المقابلة حق الرفرنس حق الشركة نفسها، فبعد ما تأخذ هذه المعلومات بتبدأ الصفي حسب المقابلات اللي خذتها، تأخذهم كلهم تشوف منو الأقرب للأشياء اللي طلبتها الشركة، بعدها راح تبعث يعني صفوة هذه المقابلات للشركة نفسها، بالتالي راح تقول حق السيستم شو يسوي بعدها إذا كان يتواصل مع الناس أما بالتليفون بالإيميل أو تتواصل الشركة معاهم بشكل مباشر. الحين عشان يكون عندنا هذا النوع من المقابلات، قامت شركة روسية اسمها ستافوري يعني صناعة هذا البرنامج، والجميل بأن سوته باللغتين، اللغة الأم اللي هي اللغة الروسية واللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية. فيرا تقدر تقابل 1500 شخص في اليوم، طبعا هذا بالنسبة لشركة واحدة فقط، يعني إذا كان عندك مثلا الشركة هذه كان مقدم لها 3000 شخص، خلال يومين تخلص مقابلاتهم كاملة. بالنسبة للشركات اللي تستخدم هذا السيستم أو هذا النظام، عندنا 200 شركة حول العالم تستخدم فيرا، توصل يعني إجمالي مقابلات فيرا اليومية لل 200 شركة إلى 50,000 مقابلة بشكل يومي. أنا مش قادر أستوعب بساطة هذا الموضوع، يعني وايد مسوينه بشكل سهل وبسيط، ولكن أثره راح يكون جدا جدا كبير خصوصا في مجال سوق العمل. في مفهوم خاطئ جدا، وأنا أكيد أنه كلنا سمعنا فيه، اللي هو أنه الإنسان بيستعمل بس 10% من دماغه. لا، الإنسان بيستعمل كل دماغه، أوكي؟ بس بكيفية استعمالنا لجوجل فهيدا المفهوم صح، لأنه نحن أكيد نعرف نستعمل تقريباً 5% جوجل والجوجل سيرش. مش ليك أنا اليوم رح أعطيكم تيبس كيف فيكم تعملوا جوجل سيرش وتوصلوا للريزولتس اللي بدكم يون بطريقة أسرع، خاصة مع كل هالإنفورميشن موجودين على الإنترنت. أول تيب رح أعطيكم إياها، let's say أنتم بدكم تنبشوا على ساعة waterproof. إذا كتبتوا ساعة waterproof جوجل رح يعطيكم معلومات عن ساعات وعن waterproof، بس أنتم بدكم تحددوا waterproof، لذلك بتحطوا كوتس حوالي كلمة waterproof. تيب أخرى، إذا مثلاً عم بتنبشوا على كلمات أغنية وفي كلمة مش أكيدين منها أو مش ذكرينها أو مثل معين، تنقول
عصفور بالايد وعشرة على الشجرة، وإذا ما نكون أكدين إذا عشرة على الشجرة أم 11 على الشجرة. اللي فيكن تعملوه هو تكتبوا عصفور بالايد ونجمة على الشجرة، وجوجل منه لوحده بلاقي لكم هالكلمات، هيدا المثل والكلمة الناقصة. تنقول أنا بدي نبش على بوتس بس ما بدي يخوت. اللي فيني أعمله هو قلو لجوجل نبش لي على بوتس ناقص يخوت. وزيت الشيء فيكم تعملوه مثلا إذا في ماركة معينة عندها برادات وعندها تليفونات وعندها تلفزيونات وأنتم بدكم تشوفوا كل برودكت تبع هالماركة ناقص التلفزيونات، تعملوا زيت الشيء الماركة ناقص تلفزيونز. رح أعطيكم تب بعد كمان كتير مفيدة، إذا مثلا أنا بدي نبش على مواقع أبو ظبي تي في، إذا بكتب أبو ظبي تي في لوحدة على جوجل رح يجيني كل شيء موجود فيه كلمة أبو ظبي تي في، يعني articles, mentions، قصص ما قال عليها، بس أنا بس بدي لاقي مواقع فيهم كلمة أبو ظبي تي في، لذلك اللي بعمله هو سايت نقطتين أبو ظبي تي في، وهيك بيجيني كل الويب سايت يلي فيهم كلمة أبو ظبي تي في. إذا في منكم بحبوا يقروا articles من مجلات وجرائد قديمة كتير فيكن تنبشوا على هال مصدقة. إيه عبدالله ليش؟ لا بتكمل جاليس بعدين يمين بتلاقيني دغري. إيه يلا أوكي جاليس يمين يلا نطرتك باي باي. سو كنت عم قلكن يلي بحبوا ينبشوا على articles أو news موجودين من زمان بجرائد قديمة أو حتى مواقع من تلفزيونات قديمة قديمة، اللي فيكن تعملوه بتفوتوا على جوجل news archive وبتعملوا search هونيك. تب كمان كتير لذيذة إذا بدكن تنبشوا على معنى كلمة طاولة، إذا بتكتبوا طاولة رح يجيكن كل شي في articles أو حتى products خاصهم بالطاولة. أما إذا بتكتبوا define نقطتين table يجيكم definition أو المعنى فقط تبع كلمة طاولة. وهيك بكون أعطيتكم بعض التيبس كيف فيكم تستعملوا potential أكبر من جوجل سيرش وتوصلوا للريزلتس اللي أنتم بدكم ياهن. عبدالله وين كنت؟ كنت دورت وين كنت؟ ليش أنا تأخرت؟ لأنه ما طلع لي المكان. ليش كيف عم بتنبش على المكان؟ دخلت على جوجل كتبت اسم المكان طلع لي 150 اسم، وين أروح؟ عبدالله أنت بتعرف إنه مقولة إنه الإنسان بيستعمل بس 10% من دماغه مش مظبوطة؟ فأنتوا بدكم تاخذوا يعني أنا مرحل كل شيء عنا، أنتوا بدكم تاخذوها بتركبوها يعني خذوا يعني ما فيكم تاخذوا كثير وقتكم. سوري سوري كيف بدكم تفكروا؟ دايما مؤخر عبد الله. سوري أهلا أستاذ عبد الله. لا تطلعني على إشاعات. هلا شو حبيبي تفضل. لا بس عشان ألحق على الشرح وياك. أوكي، الشرح هو إنه أنتوا إذا شفتوا على السكريبت في انا حاطط فقره بس مش حاطط شو هي الفقره. مكتوب مكتوب روبوت ما شو وما بس شي. اوكي هي الفكره وين انه انا رح اعطيكم هيدا الشيء نحن بدنا بعده مسكر اكتشفوه خبرونا عنه. بدي عنا وقت معكم تقريبا شهر ونص شي ساعه. يلا عبد الله اجلس. مثل شو بدي اياكم؟ نار. شو بدك شو هذا؟ لا لا ما انا بقول لك قاعد حدا اذا من الفتحه بدك تاخذ معك بتخربين الدنيا مش هنخلص الساعه كيف. جيمي روبوتس هي مجموعة أدوات بناء أشكال آلية تفاعلية تمكن الأطفال والمراهقين من خلق وبرمجة روبوتات الخاصة بهم. من خلال تركيبها فإنها تشارك بقوة في التدريب العملي على تعلم العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات وطرق التفكير. أوكي ليفل 1. حلو هذا موجود هنا. هيدا البيس. تطبيق جيمو يعطي رسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد خطوة بخطوة لكل جزء، ويحتوي التطبيق على إجراءات المباني التفصيلية بحيث أن الأطفال سوف يجدون من السهل تعلم تقنيات البناء الآلي. هاي دي ركبناها ركبت انتهى الموضوع. خلي ليها حتى هون تنشوف سوا. لا ما لك علاقة في أي شيء عندي أنا. ماشي حالكم يا جماعة؟ يا بس رب. ما خلونا نركز. يا رب يا رب لنا. الحين نبغي هالقطعة اللي شكلها جديد. مثل هيك بيربانديكولار. مثل شو بشكلها؟ ما اتفقنا كذي زين؟ بيربانديكولار 90 ديجريز. ما الله عيزك تقولين 90 ديجريز يعني؟ بيك باندي مانديكولار. Don't do this at home. لا لا ليش هيك؟ يا هو الاثنين كيف؟ هيدي لا لا لحظة لحظة كيف؟ وتعلق المسمار فيه. ليه عم تقرر بسمير من عزة؟ ما قرر بس عشان ما يطيح. وين وصلت بس تمام ضيع؟ شو يا جماعة ماشي حالكم؟ لا مش ماشي حالكم؟ تحتاج تركيز أولا؟ تحتاج أنه ما يكون معك حد يشتت انتباهك؟
حلو الواحد يتسلى فيها سواء كانوا حق اطفال او حق كبار، لانه فعلا تخلي الواحد شويه ينفصل عن الجو العام اللي هو فيه، ينفصل عن الشغل عن الدنيا عن كل شيء، ويركز حق ساعه ونص في لعبه مثل هذه. صح. الحين هذا لازم الراس قدام، هذا الاصفر يكون ورا، يعني هذا يركب هالجهه. صح. صار مري نص ساعه. ايه بعد عندكم نص ساعه. هيدا مش مثل النار. عبد الله ام سو اكسايتد هلا يخلص الروبوت عن جد. هذا شوفي صارت عندي وحده، هاي الثانيه. بس انت ما تقلدني، بركي كل جهه شيء انت تقلع. لا لا ما عبد الله طلع شو محطوط. وكان في ثلاث لازم احط اربع، انا حطيت الحين باربع. بس عن جد شعور حلو لما تحس انه خلص ولك ساعه عم تشتغل فيه. لا بيروق الاعصاب. خلاص خلص سولو سوري عن جد بس خلص. ما تعملي لي سولو سوري، قلنا لكم ساعه صرنا هيدي. طيب ثلاث ساعات و45 دقيقه. لا شوف كم قطع. طيب جاهزين؟ لا بس يدوني بين، ضلوا يدوني بين حسب توقيتنا. مرات نص ساعه. شو عم تحكي؟ بدنا نجربه لانه ايه على الابلكيشن بتكونوا عم تشوفوا كل شيء، كل الانستركشنز معمولين 3D، يعني فيكم تشوفوا كل قطعه ان 3D بتبروها كيف ما بدكم، تتاكدوا انه هي هي لتلاقوها، ما فيكم ما تخلصوه. اوكي وي نيد ذا فون. تليفون. سيرشينج فور جيمو. وين الباور هني هذول؟ عم ادورها؟ هذا. اوه تفيل سو جود. الحماس. بلوتوث سكسسفلي اوكي. زين لحظة خلينا نطيب ونجربها. عندك انت كل شيء خلاص صح؟ يلا. في عندك البيلد كنترولز اكشن كودينج. انا رح فوت شوف الاكشنز هلا شو بيعمل. شو في اكشنز بروجرامد اوريدي. عندك موف فورورد، موف باكوردز، تيرن ليفت، نو واي، تيرن رايت، تيرن رايت اكزاكتلي. بعدين عندك انلود، هي واو. بعدين عندك شيك هيد، حبيبي سو كيوت. بعدين عندك هابي، بعدين عندك بترول، بعدين عندك تشير، تشير ياي يلا كثير مهضوم، وانجري كثير مهضوم. هالشيء قبل شويه كان عباره عن قطعه قطعه في بوكس، كان عباره عن براغي وشقف بلاستيك يعني. والله صدق شو مهضوم. اوكي فيك ترجع لورا. اوكي نرجع. تفضلي. تفضل. قلنا خمس ساعات نشتغل فيك. اليوم كل واحد منا صار عنده هويتين، هوية بالحقيقة وهوية على الإنترنت، وإذا كنتوا بتحبوا هالواقع أو ما بتحبوه فما فيكم تتجنبوه اليوم. اليوم إذا شخص بده ينبش على طبيب، على ستايلست، على ميك اب ارتست، إذا بده يشتري برودكت معين أو بنطلون أو قميص، صرنا أول محل مننبش عليه هو الإنترنت، وخاصة على انستغرام. مش هيك صورتكم وهويتكم على انستغرام مهمة جدا، واليوم أنا رح أخبركم كيف فيكم بعدة طرق تحافظوا على جودة عالية لصفحاتكم وكواليتي بتشبهكم. اليوم ممنوع يكون في صور مبرغلة بيكسلايز لو كواليتي أو جودتها منا عالية على مواقع التواصل الاجتماعي. تليفونات كلها صارت بتصور كواليتي عالية، كل الكاميرات كمان، فبليز انتبهوا كتير على جودة الصور اللي بتنزلون عنكن على البلاتفورمز. وتب صغيرة، الصور اللي بتوصل لكم من الواتساب بتكون كمبرس والكواليتي تبعها بتقل، فحاولوا دايما تطلبوا صور انه توصلكن عبر الايميل. تناسق الألوان بين الصور اللي على صفحاتكن مهم كتير انه يكون متماثل. ليش؟ لأنه هيدا الشيء رح يجذب المشتركين على إنستغرام حتى لو موضوع صفحتكم ما بيهمهم. يعني مثلاً فيكم تختاروا الأبيض والأسود وتجربوا أنه كل صوركم يكونوا أبيض وأسود، أو حتى زهري وتجربوا تلاقوا ألمنت زهري بكل صوركم. الأبلود على إنستغرام مش لازم يكون عشوائي، جربوا اختاروا طريقة معينة واتبعوها. رح أعطيكم إكزامبل، فيكم تختاروا طريقة السطر سطر، يعني مثلاً إذا كنتم مسافرين على مكان معين أو حتى بمكان معين، جربوا خذوا ثلاث صور بهذا المكان بنفس التيب، بنفس الإضاءة وبنفس الديكور، وهيك حطوهم على سطر واحد على إنستغرام وإلى آخره بأماكن أخرى، وهيك بصير في عندكم موجة حلوة وصورة حلوة على صفحاتكم.
حكينا عن الألوان، حكينا عن طريقة الأبلود تبع الصور، إنما الموضوع كتير مهم. اختاروا موضوع موحد لصفحتكم، مش نهار تحكوا عن الطعام، نهار تحكوا عن فوتوغرافي، نهار تحكوا عن السفر، أو نهار تحكوا عن حالكم أنتم. ضروري تختاروا موضوع، وموضوع أهم شيء تكونوا بتحبوه وانترستد فيه، لأنه هي الطريقة الوحيدة لصفحتكم تكمل وتضل بتطور دائم.